ما هو IP الجهاز؟ يمكن العثور على عنوان IP الخاص بويندوز 7 وويندوز 8 من ويندوز 8.1 وويندوز 10 عن طريق الدخول إلى لوحة التحكم The Control Panel، ثم اختيار مركز الشبكة والمشاركة Network and Sharing Center أو الشبكة والإنترنت Network and Internet في ويندوز 7، ثم اختيار تغيير إعدادات المحول Change Adapter Settings، ثم النقر بزر الماوس الأيمن فوق اتصال شبكة الإنترنت، ثم اختيار الحالة Status من القائمة المنسدلة، ثم النقر على زر التفاصيل Details، حيث تحتوي النافذة المعروضة على IP الخاص بجانب عنوان IP4 Address أو IP6 Address، ويمكن معرفته أيضا عن طريق الدخول إلى موجه الأوامر Command Prompt، ثم إدخال الأمر IP Config، ثم النقر على زر موافق Enter. هذا فيما يخص أجهزة الويندوز. أما في الآيفون والأندرويد، للعثور على IP الخاص لجهاز الآيفون يتم الانتقال إلى الإعدادات، ثم اختيار واي فاي، ثم النقر على أيقونة E الموجودة بجانب اتصال الإنترنت، وذلك ليظهر عنوان IP والتفاصيل الأخرى الخاصة بالشبكة. أما في نظام الأندرويد فإن الطريقة تختلف باختلاف الإصدار، فمثلا في إصدار 6.0 مارشميلو يتم الدخول إلى تطبيق الإعدادات Settings، ثم النقر على خيار واي فاي الموجود ضمن اللاسلكي والشبكات Wireless and Networks، ثم النقر على زر القائمة واختيار متقدم Advanced، حيث يتم عرض عنوان الـ IP أسفل الصفحة. ولمعرفة IP العام في الأجهزة، يمكن استخدام بعض المواقع لمعرفة IP العام للأجهزة مثل whatsmyip.org أو whatsmyipaddress.com، حيث تستخدم هذه الطريقة لأي جهاز لديه اتصال بالشبكة ويدعم متصفحات الويب مثل الحاسوب المحمول والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وغيرها. ولكن ما هو الفرق بين عنوان IP العام وعنوان IP الخاص؟ إن عنوان IP الخاص هو العنوان الذي يستخدم داخل الشبكة فقط، وهو يتيح للجهاز التواصل مع الجهاز الموجه الخاص به الروتر وجميع الأجهزة الأخرى ضمن الشبكة الخاصة، حيث يمكن تعيينها يدويا أو تلقائيا بواسطة الروتر الخاص بالجهاز. أما عنوان IP العام فهو العنوان الذي يستخدم خارج الشبكة ويتم تعيينه من قبل مزود خدمة الإنترنت، حيث إنه ذلك العنوان الذي تستخدمه الشبكة الخاصة للتواصل مع بقية الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم. ما هي أنواع عناوين IP؟ تحتوي أجهزة الكمبيوتر على نوعين من عناوين IP. الأول هو IP الإصدار الرابع المعروف بـ IP CAT، والثاني هو IP الإصدار السادس المعروف بـ IP 6. وتحتوي جميع أجهزة الكمبيوتر على عنوان IP CAT، كما بدأ العديد منها حديثا باستخدام IP 6، حيث يتكون IP CAT من 32 بت ثنائي يتم تمثيلها بالنظام العشري، مكونة من 4 أرقام مفصولة بنقاط، مثال 216.27.61.137. أما IP 6 فيتكون من 8 مجموعات من الأرقام المفصولة بنقطتين كما يظهر هنا في هذه الشاشة. وغالبا ما تحذف الأرقام التي تحتوي جميعها على أصفار لتوفير المساحة، فتصبح هكذا.